موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، وأكد الرئيس على النهج الاستراتيجي لمصر بدعم العلاقات مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي ودينين. واستقبل الرئيس اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة، وافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 من يونيو لعام 2023. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من أن واحدا من كل 4 من سكان العالم سيعاني من مشاكل في السمع بحلول عام 2050، ودعت إلى مزيد من الاستثمار في الوقاية والعلاج وفق ما أوردت صحف دولية. وقالت المنظمة في أول تقرير عالمي عن المخاطر على الحاسة السمعية إن أسباب العديد من المشاكل يعود لمشكلات مثل الالتهابات والأمراض والعيوب الخلقية والتعرض للضوضاء. أعلن الدكتور حازم عبد الرحمن عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج أنه لم يرى أي إساءة في سؤال امتحان الفرقة الرابعة الذي وضعه الدكتور أحمد عبد الموجود، ولا يوجد فيه أي مساس باللاعب أو نادي الزمالك أو مشجعيه. وأشار عبد الرحمن إلى أن السؤال الذي تم وضعه في مادة القانون الدولي لا يحتاج إلى كل هذا الغضب المثار من قبل جماهير النادي، حيث أنه يتم عادة اقتباس أسماء النجوم الرياضية والفن والسياسيين في مناقشة القضايا. رفضت الدائرة الثانية بالقضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم الطعن المقدم من قبل هشام عبد الحميد على قرار شطبه من نقابة المهن التمثيلية، وكانت نقابة المهن التمثيلية قررت شطب وإلغاء عضوية الفنان هشام عبد الحميد لمخالفته الشروط واللوائح المنظمة لممارسة مهنة التمثيل وعدم تجديد عضويته خلال عام وعدم ممارسة المهنة أو سداد الاشتراكات. أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بياناً صحفياً حيال ما تردد عن اتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تعليق المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للأندية المشاركة ببطولة الدوري الممتاز. وتحذر إدارة نادي الزمالك من عواقب سيئة جراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في ظل عدم وجود ضوابط لمعايير تلك المسحات كما كان متبعاً من قبل، مما يدعو جميع الأندية تحت وطأة الإصابة نتيجة المخالطة للأندية غير الملتزمة بإجراء المسحات. كشف أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي بيراميدز حقيقة وجود مفاوضات مع فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال ميدو في تصريحات: لم نتفاوض مع فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية أو أي لاعب من الأهلي والزمالك، ونحاول التحسن وهدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم. ولمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.